لكن بصراحه ودي الحقيقه ان الكابتن محمود الخطيب سابقا تصدى لكل محاولات ابعاد سيد عبد الحفيظ من خارج النادي الاهلي ومن بعض او قليل من الاعضاء اللي داخل النادي الاهلي اللي كانوا شايفين وبيتواصلوا مع كل حد يرد عن الكابتن محمود الخطيب ان الكابتن محمود الخطيب له لسان واللي عاوز يرد يرد بالنيابه ما يروح محدش يرد بالنيابه عنه. المهم اولا انا بقول لكم وعلى يقين تام كولر لم يطلب برحيل سيد عبد الحفيظ، واي كلام عن مطالبه كولر بابعاد سيد عبد الحفيظ لم يحدث على الاطلاق ان كولر طالب بابعاد سيد عبد الحفيظ، بل على العكس تماما ان كولر اشاد باحترافيه سيد عبد الحفيظ وقال ان في اداء وتناغم بين مدير الكوره اللي بعد ما دخل النادي الاهلي توارد على النادي الاهلي اكتر من 10 مديرين فنيين اجانب او مصريين، كان كل واحد وهو ماشي كان بيقول ان انجح شخص واذكى شخص واكتر شخص يوفر الوقت والهدوء والراحه هو سيد عبد الحفيظ.